السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ماذا جرى في ملعب براكني في بليدة. ماذا جرى في ملعب براكني في البليدة، يعني عدم يعني مصطفى دحلب خما تردوا لنا مصطفى دحلب خائن ومصطفى دحلب من العصابه ومصطفى منا ومصطفى منا وتناسوا مصطفى مصطفى دخل مصطفى وخرج مصطفى مصطفى لم يري رفض الجلوس مع اساس الفيرما. مصطفى دحلب رفض الجلوس مع اساس الفيرما، باش يكون على بالكم. ماذا جرى عندما جاء داخل أساس الفيرما من الشتم والسب لولا تدخل الشرطة؟ سمعها بأم أذنيه: يا ابن زتي، أنت ابن زتي وخدام عند زتي، ما راكش خدام عند الجزائر في الجزائر. واخويا هذه حقيقة، الناس اللي خبرونا ما يكذبوش علينا. وقبل لا نبداو ماذا بكم نقولكم ونقول ذاك اللي قال لكم كلوا المقروط، اللي راه يقول لهم راو راو نساو راو 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 رافض العمل مع منظومه فاسده. قال لهم راطو كلش بيتنجحوا، راطو كلش، راطونا كلش، قلعوا كاع الزبل كاع الجراثيم الضاره. قال لهم ما ديروا والو، قالوا ما غادي يديروا والو، ما ديروا والو. البيت بداو منا، نقي البيت تاعك. حنا كيما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا الامثله من الوقت، يعني من ساعه نزول سيدنا ادم حتى نصف الصور، حتى اخر دقيقه، حتى اخر جزء متجزء من الثانيه في هذه الدنيا كومبلي. واش كاش غادي يصير؟ أعطانا أمثلة عنده هو عندما أراد نشر الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أنت لك تشوف قولها كي تسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما أراد نشر الإسلام بدأ بعشيرته، بدأ بعشيرته، تنظيف عشيرته. شكون اللي استسلموا معاه دخلوا الاسلام الاوائل؟ شكون هو؟ شكون؟ خديجه، ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق. كلمه الصديق، لم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشكك في الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يتكلم الرسول يقول له صدقت يا رسول الله، راح فيه أبو بكر الصديق. والصحابي أكرم الله وجهه علي بن أبي طالب، وبدأت الشمعة تشعل تنور ونور يزيد. بعد خرج هاجر مرتين، المرة الأولى اشتكى إلى الله، اشتكى إلى الله ماذا تلاقاه من الويلات. والمرة الثانية كان بداية الطريق. ندخلش بزاف خاطر ما ناش حنا يا علماء ولا في الفقه ولا المهم. عطيناكم امثله، الرسول صلى الله عليه وسلم عطى امثله. الحاج محمد راو راو لا باغيين تتسقمو، نبداو منا. انت كيف انت عندك الخماج تروح انت كي غادي دير؟ لازم منا تسقمها وتكمصها، وتكمل صحة من ما غاديش تزيد
الزبل وتحط عليه الزبل، الزبل وتحط عليه الزبل، غادي ما كي غادي دير؟ كي غادي دير؟ هذه لا ذاك مول المقروط، خاش قلت لكم ذاك مول المقروط كي دخلها بمنشور يسب في الحاج وقال لهم ما تبقاوش تقعرعوا يا ودي، حنا يجي راجل حنا ما غاديش نوقفوا مع جياح، حنا مع اللي راهم، حنا انا واحد من الناس، انا على بالي هذو الناس راهم يخدموا في المصالح تاعهم، على ذلك انا ضدهم، وعلى بالك راهم يحشوا لكم، رانا جايبين لاعب فلاني جاي، يا ودي هذو اللعابه جايين. الجزائر عندها اسماوات، ما عندناش منتخب، راه عندنا اسماوات بصح ما عندناش منتخب، مجموعه ما عندناش، بسبب من؟ بسبب مدرب، مدرب راه يجيب الاسماوات، اسمع جبنا شكون راه يدور اسماء راه يدور، جبت عوار جيب بصح ما كاش كاين لاعب، ما كاش لاعب، ما كاش لاعب، واو لله كي تشوف نتايا في الميدان 11 تقول بلي غادي نحرق لافريك نحرقها، وكي تشوف تونس كيفاش دارت لك غدوه ان شاء الله كي تلاقى مع منتخب منظومة لعب، قاعدة لعب، تاكتيك دو جو، تسيب مدرب غني بلي تاكتيك دو جو، ما تربحاش، حقيقة نقولها لك خويا، حقيقة هذه، راكم غالطين وغالطين بزاف، هذه هي، حنا معنا لاعبين اسماوات خير ربي، صح ما عندناش منظومة، هذه يقول لك راه صار لنا حنايا، المغاربة في 2009-2010 كان عندهم أفضل منتخب. من هذا اللي راه عندهم اليوم اللي وصل دومي فينال، بصح ما كانش عندهم منظومه لعب، ما كانش عندهم تسيير كادر، ما كانش كاين المغاربه 2008-2009-2010 والله العظيم لا كانت عندهم عندهم لاعبين، يعني ما هذاك هو الجيل الذهبي، لكن ما كانش كاين كادر ما كانش كاين، حنا اليوم كادر ما عندناش، تصويره مقيوسه باش يكون على بالكم. يوم نعاودو نولو نتكلمولكم، مصطفى دحلب يرفض الجلوس مع عساس الفيرما وقعد هود قعد في البنك مع لي روبلاسو، روحوا حوسوا شوفوا مليح، رفض التكلم معاه، رفض يعني بزاف امور، مبغاش يقعد معاه، راح قعد مع لي روبلاسو، خلينا صوره ولا قابينهم داخلين ولا قابين في المنصه بيقدموا الاخر هذاك، يعني واجب للاطفال، صح ورونا هكا تصويره هكا قاعد معاه ويهضر معاه ولا ورونا، ما صدتوش التصويره بس تصوروا، انا على بالي ما صدتوش، حتى ناس على بالها شي كاين، تعموش انا ما غاديش ندعم، انا ما نتكلمش على واحد راه يحوس على يعني على المصالح تاعو، تكلمش عليها، أنا جزائرية، ما غاديش تكلم على واحد يحوس على المصالح، الناس يتحوس على المصالح تاعهم، لا يهمهم منتخبه، باغي يردولكم تجيبولكم اسماوات، ربع شوية والتقديس وخليها لليكيب، أيوا وإلى الأمام، هذا مكان والتقديس وعودة التقديس، هذه هي خويا. عودة التقديس، البحث على عودة التقديس فقط، الله شوف هو بصوا علينا ولا ما غاديش نكونوا معاكم، لأننا نعلم ماذا تريدون، ما التالي كاع خويا، عيب عليكم. هذه اللي نقولها لكم، عيب عليكم، حرام عليكم، هذه جزائر أصاحبي، هذه جزائر، واش راح صاري، عيب، ماشي هاك، هذي باش يكون على بالكم، ماشي ما تصورش في العقل. هاي كان يقولك تا كيفا ما يا ودي ما نوقفش معاهم، هادو ما مش يخدمو الجزائر، يخدمو المصالح تاعهم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي يمشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظنا ويحفظكم معنا اخوتي.